يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز المجادلة في الدين والمناظرات على الملأ أمام أعين الناس كما هو حاصل اليوم في بعض القنوات في المناظرات، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما حج خصومه أمام الناس في مسألة السحر؟ ما في شك إنه إذا كان عند الإنسان مقدرة وعنده علم والشر يظهر على الناس ويلبس على الناس، فلا بد من عنده علم وعنده حجة أن يبينها للناس وأن يناظر هؤلاء، يناظر هؤلاء، نعم، لأجل إبطال شرهم، لأنهم لو تركوا لنشروا الشر على الناس ولبسوا عليهم، نعم، فهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله، نعم.